الوحيد من العضو السيد محمد شفيق بن كيران من حزب التجمع الوطني للأحرار، فهل هناك مترشح آخر من غير شفيق بن كيران؟ الأخ شفيق بن كيران، هل تؤكد ترشحك لشغل هذه المنصب؟ وقف على فراك. وقف. هل هناك مترشح آخر من غير السي شفيق بن كيران؟ إذا نمر إلى التصويت، الموافق هنا بنعم. خلي هنا نسبوع عافاك. إذن عدد المصوتون هو 99 عضو. الممتنعون عن الممتنع رافضون شحال؟ وبهذا يقول الأخ محمد شفيق بن كيران النائب العاشر لرئيس أولاً. وفي البداية وبدوري أريد أن أهنئ جميع المغاربة على احتضان المغرب إن شاء الله لتظاهرات 2025 و2030. وبهذه المناسبة كنقدم بالمناسبة الشكر الجزيل لكل من وضع ثقته في لتحمل هذه المسؤولية التي هي مسؤولية غير سهلة، لأنه نيابة رئيس أكبر مدينة في المغرب لها تقلها. وبهذه المناسبة كذلك كنشكر السيدة الرئيسة والسيدات والسادة النواب والسيدات والسادة الأعضاء اللي اشتغلوا خلال هذه السنتين اللي مرينا منها، وخصوصا بعد الخروج من جائحة كورونا. كنشكرهم على الجهد اللي قاموا به وعلى العمل اللي قاموا به، ليس بالسهل ما مرينا به خلال كورونا وما بعد كورونا. هذه سنتين فكان عمل جد دؤوب للجميع، جميع الفرق. وحنا اللي يمكن نفتخروا، لانه البيضاويين يمكن نقولوا كيفتخروا بهاد الناس اللي تقوا فيهم، هاد الناس اللي كيسيروا الشان العام ديالهم. حقيقه مازال الكثير امامنا، نحن مقبلين على كما قلت تظاهرات كبرى، والدار البيضاء خاصها تكون في الموعد، الدار البيضاء خاصها تكون بالوجه اللائق اللي غادي يكون يحمر لنا ان شاء الله الوجه امام الامم. فالمطلوب منا ان شاء الله مستقبلا تضافر الجهود وتضافر التحالف والدائر وتضافر الجهود ما بين الفرق المسيرة لمدينة الدار البيضاء، لأنه تحديات كبيرة وتحديات غادي تكون جدا صعبة. فكنطلب أنا من جميع الإخوان وعلى رأسهم الأخت الرئيسة باش إن شاء الله نقوموا بوضع برامج مستعجلة، لأنه الوقت ما عندناش اللي كيفرقنا على 25 بزاف، و30 حتى هو راه قريب جدا وخاصة تشي في التاريخ ديالنا كاملين. مرة أخرى شكرا جزيلا للجميع، وإن شاء الله أنا أرى الإشارة ديال الجميع في كل ما يخص مدينة الدار البيضاء ومقاطعات الشرق ومقاطعات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.